السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب بحضراتكم جميعا. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس جديد هيكون بعنوان Document Information Management مع أستاذتنا الكبيرة أستاذة رقية، وبإذن الله ينول الكورس ده إعجاب حضراتكم جميعا. في البداية طبعا أحب إن أنا أتشرف طبعا إن أنا أقدم لكم أكاديمية فونكس أكاديمي وبيم أريبيا. أكاديمية بيم أريبيا هي مركز أبحاث متخصص في البيم بيلدينج انفورميشن موديلينج، بيشارك فيه عدد كبير من الدكاترة والمهندسين في مختلف الوطن العربي، بيحاولوا إن هم يقدموا هذه العلوم لجموع المهندسين سواء كان في مصر أو في أنحاء الوطن العربي أو خارج الوطن العربي في الدول المختلفة، بمحتوى متميز ومحتوى دقيق ومحتوى جيد جدا، بحيث ان هو يكون محتوى ناطق باللغه العربيه. رؤيه بيم اريبيا هي انها تواكب الفنون والعلوم الهندسيه ولكن باللغه العربيه، وده يكون في النهايه يصب الى خروج خريج مهندس او ممارس عربي انه يكون عنده خبرات الحاليين، وفي نفس الوقت ان هو يكون يقدر يرتقي بمستواه. دي حاجة مهمة جدا اللي هي زكاة العلم، فاحنا بنساعد كل من لديه علم على إخراج هذه الزكاة. الرسالة الخاصة بأريبيا فهي بناء الإنسان المفكر والمهندس العربي، وتجهيزه للنمو بالإمكانيات والطاقات المحلية، وإمداد حركات الترجمة الموجودة للغة العربية، وتكوين مرجع عربي موحد لتخزين وتبادل المعلومات. الأكاديمية بيم أريبيا أونلاين هدفها إقامة عدد من المحاضرات والكورسات لمساعدة المهندسين والطلبة لتبادل الخبرة مع ناس من قلب سوق العمل نفسه، وناس متخصصة بشكل كبير جدا، نفتح ليهم باب السؤال بحيث إن الجميع يعرف العالم دلوقتي بيفكر إزاي، والوجهة العالمية كلها واصلة لأي مستوى، بنتبادل فيها الخبرة، جميعنا بنستفيد، وربنا يبارك في الجهود اللي بذلت والجهود التي سوف تبذل إن شاء الله، لأن الاجتهاد اللي بيبذل من المتدرب هو عامل كبير جدا بيساعدنا على الوصول إلى رسالتنا الأساسية. إحنا جميعا شركاء في تحقيق هذا الهدف، وليس هدف خاص للأكاديمية فقط، بل هو هدف نسعى إليه جميعا. أكاديمية بيم أريبيا قدمت عدد كبير من المحاضرات في الفترات السابقة. أحد فترات الحصر اللي تم حصرها إن إحنا تعاوننا مع عدد كبير جدا من الكيانات المختلفة في تنظيم عدد كبير جدا من المحاضرات خلال الفترة السابقة. طبعا جميع الكورسات وجميع المحاضرات اللي قامت بيم أريبيا بدعمها وبرعايتها حققت عدد كبير جدا من الحضور وعدد كبير جدا من الاستفادة، بتدل عليه لغة الأرقام طبعا في عدد المتابعين لصفحة بيم أريبيا على الفيسبوك، وعدد المتابعين للكورسات، وعدد الحاصلين على الشهادات سواء كانت في الكورسات أو غيرها، وتقييماتهم لأداء الأكاديمية. وإن شاء الله هيزين السجل السابق للأكاديمية بكورس هتقدمه لينا أستاذتنا الكبيرة الأستاذة رقية أمين، وإن شاء الله ده هيكون من بداية يوم 22 مارس القادم 2022، هيكون الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8 بتوقيت 8 مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين، الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله. هيكون بإذن الله على برنامج زوم، وهيكون فيه طبعا بث مباشر على الفيسبوك في حالة اكتمال القاعة إن شاء الله. في الفيديوهات التالية لهذا الفيديو هنوضح لحضراتكم نظام الغياب بيتم إزاي، إيه هي الشروط الأساسية اللي هنشتغل عليها أثناء الكورس، وهنوضح كمان نظام العمل، ازاي اقدر اعرف الغياب بتاعي، ازاي اوصل الغياب بتاعي بكل سهولة، ازاي لو في تسليم معين او حاجة معينة هتتسلم فين او هتتسلم ازاي. وفقنا الله جميعا واياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.